الارض ديال الاملاك المخزنيه. حنا ساكنين منذ 60 عام وما فوق، وهاد الناس نهار جا السي العامل وخطاب وعطى الخاتمه ديالو قال لنا كاين بقعه عين حروده، والناس المسؤولين وصحاب الشركه كيقولوا لنا انتم من نصيبكم الشقه. احنا ساكنين سنين هادي وحنا ساكنين في هاد الارض، وكنا كنخلصوا عليها الكراء ديالها، ودابا حنا بغينا نكونوا بحالنا بحال الناس كما عطاو البقع الناس الاخرين يعطيوهم لينا حتى حنا. الله يجازيكم بخير. قالوا علينا صحاب الشركه، الشركه ديال الشركه زناتها لاشاز. قالوا لينا دابا شي 3 ايام يعني من وراء الخطاب الملكي قالوا لنا هاد الهضره، وحنا هاد الشيء راه ما موافقينش عليه. حنا راه باغيين بقع محسابنا محساب الناس. الناس اللي كاينين ديال الاملاك المخزنيه 80 واحد. كاين حنا الناس هنايا حاضرين وكاين اللي ما حاضرش. حنايا اصحاب الاملاك المخزنيه راه خاص تكون عندنا حق في هاد البقع اكثر من الناس الاخرين، حيتاش حنا راه قدامين هنايا ابا عن جد وحنا في هاد الارض. اي حكم في حكم صدر حكمنا الافراغ، وتعطانا محضر في 2010 باش هاد البقع هادو اللي ساكنين حنا فيهم باش تسلم لينا وما توصلناش بها. وحنا دابا بقينا فحال ما هكا تفاجؤونا بهاد الشقات، وحنا راه ما قابلينش على الشقات. حنايا كنقبلوا بقع بحالنا بحال الناس. العائلة اللي عندها 10 الوليدات 8 كلهم الاملاك المخزنيه. لا املاك المخزنيه كنخلصوا عند الاملاك المخزنيه. تبع المعمره الاملاك المخزنيه كنخلصوا الدومين. دومين بحمد بقيت حنا كنسكنوا في اراضي مسترجعه اللي ساكنين فيها 60 عام وما يزيد، وجدودنا وابائنا كانوا هنايا وتوفوا هنا وبقينا حنا شرفنا فيها، ودابا كيقاولونا بغا يعطيونا الشقاق، وحنا اللي الله سكنوا في كاريانات كيقاولوهم باش يعطيوهم بقاع، وحنا اللي كنسكنوا ابا عن جد هنا حنا شرفنا وجدودنا ماتوا ووالدينا ماتوا وحنا بقينا حنا شرفنا، كيقاولونا بقاع ببرطمات. حنا ما قابلينش البرطمات، قابلين بقاع بحالنا بحال الدواور بقاع. وعاش سيدنا، عاش سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر محمد السادس، الله ينصر محمد السادس، الله ينصر محمد السادس، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. احنا ساكنين في هذه الارض، احنا ساكنين في هذه الارض. وهاد الناس دابا جاو ويحرمونا حتى من هذا السكن هذا، وحنا نيدا ملاكي يعني جا. انا شربت جيت عزري نيدا ملاكي هذا جا وناضوا هاد الناس تيحاربونا دابا باش نمشيو لهاد الشقق، وحنا راه من حقنا خاصنا نمشيو للبقاع. عندنا 10 الوليدات وعندنا 10 الدراري غنديروهم نعلقوهم فين غادي كيفاش غادي نديروا لهاد الشقق هادو، وحقنا هذا ما خاصهمش يحرمونا منه. ودابا هاد الخبر ما جانا حتى ملي جا السيد العامل وقال الخطاب لسيدنا باش عطاه بهذا الشيء ديال البقاع ونيدا ملكي يعني جا على نوضو هما تيتلقوا عليه هذه الاشاعات بلا خاصكم تمشيو للباطيمات. واش مول 5 الدراري ومول 7 الدراري ومول 6 ومول 4 واش يقدر يمشي يسكن في 2 بيوت؟ وعلاش حنا تنتحرموا من هذا البقاع ومن حقنا وداخلين حنا في الكاريان؟